ما عرفش نقول لك اش واقع حيت واقعين بزاف د الحوايج. المهم سعداتي بكم، شكرا، تنسرحب بكاع الطاقم ديال اش واقع، تنقول لكم رمضان مبارك كريم. الحمد لله اليوم احنا جينا عند السي بوزوبا، دار واحد جيت الفطور لصحابو وحبابو. سي بحال قلتي داروا ابخي لو شو اللي دايرين اليوم ان شاء الله في ميغاراما. سو مجموعه الحباب، مجموعه لي زارتيست، مجموعه الفنانه، فرصه تجمعوا فيها الفنانه وتنهضروا وتضحكوا وتنشوفوا شنو كاين وشنو واشنو واقع. يس عجبتني بزاف، كنت نتسناها من شحال هادي ما نكذبش عليك. زعما فريمون واخا في عالم ديال الكرياسيون ولا في ستيليزم وداك الشيء، ولكن ديما التمثيل كان شي حاجه حلم عندي نديرو، غير كنت نتسنى ما نديروش نديرو رايت واي، نديرو في طريقه زوينه. جا الحمد لله الفرصه الاولى مع نور ديال الخماري، من بعد جات الفرصه الثانيه مع منصف مازي في تاكسي بياض، وجات الفرصه الثانيه دابا ديال في اي بي اللي ديزا في رمضان، اللي سيري زوينه تنصح بها لي جون كلشي يتفرج فيها، باسكو تتكلم على واحد الواقع اللي تيعيشوه الفنانه وتيعيشوه الممثلين، الكواليس ديال الفنان الكواليس ديالو، يعني غير بحال غيوريو في هاد لا سيري ماشي غير الفنان، تيوريو اش واقع ورا الفنان. انا ما عنديش مشكل الفن اللي جاي يدخل ليه كما اي حرفه اللي جاي يدخل لها، غير فاش تدخل لها تعرف ديرها، تعرف تسرعها، الا ما غتسرعهاش تما فين كاين المشكل. اما من حق اي واحد، ما عند حتى شي واحد الحق يحبس على شي واحد عنده شي موهبه بغى يخرجها. يعني كيفاش انا تيعجبني التمثيل وغنحبس راسي ونقمع راسي حيت خايف من واحد غيقول لي دير هذه، ولا غتعجبني جو سي با تعجبني شي حاجه اخرى وما نديرهاش باسكو شي واحد اخر غنتسنى يقمعني. نو من حقي ندير ومن حقه هو ينتقد، وفي الاخر تتبقى هذيك لعبه جونغلاج بينك وبينه، فهمت. وسعد مجرد الحمد لله بخير وعلى خير، الامور مزيانه، خدام سعد باش يعجبك ما تيريحش، دائما الجديد، كاين اعمال جديده جايه، كاين الكليب جديد جاي، يعني غيكون ان شاء الله ورا رمضان غيكونوا دي تخوك زوين ان شاء الله، مفاجاه زوينه للجمهور ديال سعد مجرد. ما في خباريش ما يجيش المغرب، هو ما بغاش يجي. نو هو ما بغاش يجي للمغرب، ما كايناش شي حاجه اللي تصرحات بانه بغى يجي للمغرب. نو هو عنده بروغرام، باغي يجي ورا، يقدر يجي ورا الـ ورا ورا الـ ورا رمضان باش يصور، حيت عنده شي اعمال باغي يصورهم سي تو. ان شاء الله اي كليب مع ديال سعد تنكون فيه، يعني اما نكون في ستيليز واما نكون في المساعده مع، المهم تنكون معاه في كليب. اما في التمثيل جو بونس من سالينا ما بقيتش ما تلتش فيديو كليب.